لحقوق الإنسان أستاذ سامي، هل من جديد بشأن حصيلة القتلى بالأمس وحتى هذه الصبيحة؟ نعم، حماس ما زالت تحت الحصار الشديد وما زالت تحت القصف. أحب أن أشير إلى أمر هام جدا، أن هناك أحياء الآن مستهدفة بالكامل ويتم تهجيرها، هي كل من النازحين وباب عمر وجوبر والقصير، تل الشور، عشيرة وكرم الزيتون، باب الدريب، الفخورة، جبل الجندلي، العدوية، باب مسباع، المريجة، الخضر، باب سدمور وباب هود، باب التركمان، الصليبة، سوق الحشيش، الحميدية، ظهر المغارة والإنشاءات. هذه الأحياء مهددة بالتهجير بسبب الأعمال القاسية جدا والتي يعني يتعرض لها الأهالي، خاصة بعد عمليات الذبح وعمليات التخويف التي يعني تعرضوا لها الأهالي هناك. من قبل من أستاذ سامي؟ هل يعني هو واضح من قبل من؟ هل هي فقط العملية المنفذة من قبل القوات السورية النظامية على المدينة أم هناك أطراف أخرى؟ أنا يعني كل الأهالي وكل الشهادات وكل العائلات وكل التوثيقات يخبروننا ويقولنا أن قوات الأمن والجيش السوري النظامي هو من اعتقل هذه العائلة وسلمها إلى قوات الأمن والشبيحة، والشبيحة هم من قتلوه. لا أستطيع أن أضرب عشرات بل مئات من الروايات، وإذا تسنى لك الحضور إلى حمص ونذهب إلى مقابلة الأهالي وإلى مقابلة أقربائهم وذويهم نستطيع التأكد بأنفسنا، وهذا الأمر يعني واضح للعيان. لا يمكن لعاقل أن يقوم بذبح طفل وأن يخطف والدته وأن يحرق والدته، هذا الأمر لا يخطر على بال بشر، ولماذا لم يحصل من أول الثورة التي امتدت إلى 10 أشهر من دون أن ترفع سوى الورود؟ نعم، أستاذ سامي، يعني هناك عمليات أخرى تنفذ ربما بذات الزخم في درعا وفي إدلب كذلك، ولكن حديثنا يعني حديثنا عن حمص الآن يقودني إلى، بما أنك ذكرت كل هذه الأوضاع وكل هذه الأوضاع السيئة في كل هذه الأحياء في حمص، كيف هي الأوضاع الإنسانية إذن لمن هم ليسوا مصابين؟ كيف يعيش الأهالي في حمص خلال هذه الأسابيع؟ إلى هذه الأسابيع، خلال الفترة الماضية حالة غاية سوء وغاية مأساوية، خاصة أحوال النازحين الذين تشردوا وتركوا بيوتهم، يعيشون في برد قارس، والطعام بالكاد أن يكون متوفر هو والدواء، خاصة للأطفال، والحالة النفسية للأطفال عبارة عن حالة يعني كارثية. أيضا يعني بيوت قاموا ببنائها بأنفسهم، ليس بيت عبارة عن غرفة من البلوك ومن النايلون حتى تسترهم فقط، ولا تقي حر الشمس، لا تصل إليهم المساعدات. هناك العشرات من العوائل يعيشون على أطراف المدينة هربا من الموت فقط لإنقاذ حياتهم فقط، لا أكثر ولا أقل. التضييق والحصار والحوادث ما زالت في داخل المدينة، والمدينة يعني تعتبر شبه مدينة أشباح. لماذا يمنع نظام وصول المنظمات الإغاثية؟ هذا سؤال يعني الصليب الأحمر لا يحمل معه قنابل. هذا السؤال يقودني إلى سؤال في الواقع، إذا كان الوضع على هذا السوء والمدينة محاصرة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر الآن أعتقد، كيف هي أوضاع المشافي؟ كيف يعامل الجرحى؟ هل هناك تعامل أمني مع هؤلاء أيضا؟ هل يتمكن المدنيون من إسعاف بعضهم البعض؟ نحن استقرأنا خلال الشهرين الماضيين وأصدرنا تقرير كامل حول أوضاع المشافي في مدينة حمص، وأصدرنا أن المشافي في مدينة حمص الخاصة أغلبها مغلقة واستبدلت بمشافي داخل البيوت ميدانية، حتى هذه المشافي يتم ملاحقتها ومطاردة أصحابها. المشافي الخاصة لماذا أغلقت أستاذتي الكريمة؟ خوفا من ملاحقة أصحابها وخوفا من قطفها أو تدميرها، أو فأغلق المشفى وجلس في منزله بعد اعتقال العشرات من زملائه. أيضا المشافي الميدانية يتم ترصدها ويتم متابعتها، وهي عبارة عن غرف، شخص يفتح غرفة في منزله ويأتي بمعدات لا تصلح لأن تنهي عملية جراحية وإلى آخره، والكثير من الجرحى هم يعني يتعرضون من الموت البطيء. شكرا جزيلا للسيد سامي إبراهيم المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي انضم إلينا عبر الهاتف من داخل مدينة حمص.
كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس قررت إغلاق سفاراتها في دمشق. في تطور موازن أشارت تقارير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي 27 تدرس إغلاق جميع سفاراتها في دمشق. هذا ويقدم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان تقريرا اليوم إلى مجلس الأمن بشأن مساعيه لوقف العنف المتصاعد في سوريا. من ناحية أخرى أعلنت الأمم المتحدة أن عددا من خبرائها سينضمون إلى مهمة إنسانية تقودها الحكومة السورية في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور ومناطق ريف